مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الأخبار. البداية بالعناوين. بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم بالجزائر في زيارة دولة تدوم 3 أيام. وبين الجزائر وموريتانيا علاقة ثنائية متميزة وشراكة واعدة قائمة على التنسيق والتعاون الدائمين في مختلف المجالات. ضربت أزيد من 180 مسكنا ببلدية تغزوت بالوادي بشبكة الغاز الطبيعية، والعملية متواصلة لتشمل باقي المناطق النائية. تزامنا واحتفالات رأس السنة، رحلة استكشافية بولاية إن صالح لفائدة السياح القادمين من مختلف ولايات الوطن للتعريف بكنوزها السياحية وتراثها العريق. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية وبدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشرع السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في زيارة دولة إلى الجزائر تدوم 3 أيام ابتداء من اليوم وإلى غاية 29 ديسمبر الجاري. وتدخل هذه الزيارة في إطار تقوية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بما يخدم البلدين الشقيقين. العلاقات الجزائرية الموريتانية تتميز بعمقها التاريخي والجغرافي الذي جمع بين البلدين الشقيقين ضمن منطقة حرة للتبادل والتعاون الدائم في مختلف المجالات. الورقة لنجوى جدي. موريتانيا بلد المنارة وأرض المليون شاعر، في تاريخنا معها فصول عريضة من النضال والأخوة والصمود المشترك. هي أقرب جغرافيا إلى الجنوب الجزائري على طول 460 كيلومتر. تجمع الجزائر وموريتانيا مقاربات متعددة وأهداف مشتركة كبرت مع اللحمة الشعبية والانتماء الواحد. هذه العلاقات لأنها ضاربة في القدم، وعلى نحن الشعب الموريتاني نذمنوا ذيك المواقف اللي قط قبل الشقيقه الجزائريه، ابتداء بدعمها لتعديل العمله الوطنيه الموريتانيه، وذيك المواقف الدوليه كذلك اللي ما فتئت الدوله الجزائريه الشقيقه لأنها تكون في جانب الشعب الموريتاني والدوله الموريتانيه فيها. بالاضافه الى العلاقات العائليه كثيره، هو تجبر ياسر من الناس الجزائري اخوه الموريتانيين، وهناك بعض العائلات موريتانية مقيمة هون من قبل من بعد الاستقلال. الحديث عن تحالف الجزائر وموريتانيا موجود، لكنه ماض ليأخذ عموده الفقري، خاصة وقيادتي البلدين عازمتان على تقديم صيغة لاستراتيجية موحدة وسط تلاطم التحديات وتلاحق الأهداف وتواتر الزيارة المشتركة. وما يعكس ذلك أيضا زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى بلادنا، والتي تعد خطوة أخرى باتجاه تعزيز بناء محور الجزائر نواكشوط، إذ تشهد العلاقات الثنائية حركية غير معهودة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والطبية والتضامنية والعسكرية. وهما تثبته الزيارات والاتصالات الدبلوماسية والعسكرية المتبادلة لمسؤولي البلدين، وتؤكده الأرقام الاقتصادية والتجارية. فالواردات الموريتانية من المنتجات الجزائرية تمثل 20% من إجمالي استيراد نواكشوط من البلدان الإفريقية. توقع منها على أنها الدور تعود علينا بعائدات اقتصادية منفعية بعد، خاصة إلى تسهل الطريق بين نحن والجزائر. نحن والجزائر الحمد لله تربطنا ياسر بالعلاقات والعلاقات الاقتصادية. هي دولة تبارك الله ما شاء الله
ذات صناعة متطورة، وراجعنا نحن مولي إن شاء الله ونستفاد منها ونقبل منها خبرات إن شاء الله وتعود مولي نتعلم منها أكثر. وشيء معلوم أيضا أن المعابر الحدودية تلعب دورا مركزيا في تعزيز هذا التعاون واقعيا، وما سيزيدها فاعلية المشروع الخاص بتعبيد الطريق الرابط بين تندوف وزويرات، فضلا عن القاعدة اللوجستية لتندوف التي افتتحت سنة 2019 والتي تسهم بشكل أكبر في تنمية التجارة بين البلدين. والتعاون يسير نحو إنشاء منطقة أمنية واقتصادية مشتركة. على الطاولة الرئيسان عبد المجيد تبون وأخيه محمد ولد الشيخ الغزواني ملفات ومناقشات مفصلة ستحتكم إلى توقيع اتفاقية مشتركة ملزمة ومعززة لهذا التقارب من أجل توسيع نطاقات التعاون نحو أفق أرحب. والحديث عن تأمين المناطق الحدودية يسمح لنا أيضا بالحديث عن تفعيل المبادلات التجارية التي تعرف انتعاشا حقيقيا بفضل الإرادة القوية للسيد رئيس الجمهورية ونظيره الموريتاني نسيم يعقوبي. الجزائر موريتانيا معالم لعلاقات اقتصادية واعدة من خلال التأسيس لمنطقة اقتصادية مشتركة وإرادة تامة والتي تحت قيادتي البلدين للارتقاء بهذه العلاقة وتعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية. فالجزائر اليوم تراهن على ولوج الأسواق الإفريقية والتي تعد موريتانيا بوابتها الرئيسية، فدخول السوق الموريتانية أضحى رهانا حقيقيا للحكومة الجزائرية لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا لعام 2020 28.73 مليون دولار، محققا زيادة قدرها ب 15% مقارنة مع عام 2019. كما شهدت صادرات الجزائر نحو موريتانيا خلال السداسي الأول من السنة الجارية قفزة نوعية، حيث بلغت قيمة الصادرات الجزائرية ب 29.09 مليون دولار، وهي قيمة كل ما صدرته الجزائر خلال عام 2020. عززت الجزائر رهانها على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع موريتانيا منذ سنة 2018، ويرجع ذلك إلى التوجه الجديد للاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على التكامل الإقليمي والقاري، إذ ترغب الجزائر في التوجه نحو الأسواق الإفريقية والتي تعد موريتانيا بوابة رئيسية خاصة نحو إفريقيا الغربية. وتراهن الجزائر على زيادة صادراتها نحو موريتانيا ورفع نسق مبادلاتها التجارية، خصوصا بعد فتح المعبر الحدودي بين البلدين. فالجزائر أحد أهم الممولين الرئيسيين لموريتانيا بأهم المواد المصدرة على رأسها الإسمنت وخرسانة الحديد. لتبقى وارداتنا من هذا البلد ضئيلة، حيث بلغت 0.19 مليون دولار خلال السداسي الأول من عام 2021، وتشمل على وجه الخصوص الأسماك والمنتجات البحرية. الأهمية بالنسبة لفتح المعابر وللتبادلات التجارية والاندماج الاقتصادي الإفريقي هو خاصة تنمية هذه المناطق الحدودية وخلق فرص عمل لشبابها المتواجد على هذه المناطق. أما بالنسبة للاستثمار الموريتاني في الجزائر، فقد بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية الموريتانية الناشطة في الجزائر إلى غاية نوفمبر 2021 12 مؤسسة رئيسية وثانوية، وتخص قطاعات الاستيراد والتصدير، التوزيع بالتجزئة، وقطاع إنتاج السلع والخدمات. آفاق مستقبلية اقتصادية واعدة في الأفق تترجم كثافة التعاون والتبادل التجاري من خلال تطبيق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية زليكاف، والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا. وللمعابر الحدودية دور كبير في التأسيس لشراكة استراتيجية حقيقية بين الدول، وهو الحال بالنسبة للمعبر البري الحدودي بتندوف الذي يساهم بشكل كبير في تفعيل التجارة الخارجية على محور الجزائر. نواكشوت عبد الكريم أغرب. لا يستغرق اصطفاف هذه الشاحنات وقتا طويلا، فدخولها المعبر يتم بشكل سريع وسلس مع توفير جميع الخدمات من قبل كافة المصالح المعنية للمعبر.
التسهيلات الحمد لله. الحمد لله تدخل هنا للديوانة تاعنا يستقبلوك أحسن استقبال، تدخل عند الشرطة ثاني كيف كيف. إذن وبعد مرور 3 سنوات من افتتاحه عرف المعبر نشاطا اقتصاديا متسارعا، حيث انتعشت حركة عمليات التصدير باتجاه الأسواق الموريتانية ومنها إلى دول غرب إفريقيا. في سنة 2020 كانت حوالي 140 عملية تصديرية، وفي سنة 2021 إلى غاية جويلية، إلى غاية شهر جويلية يعني وصلت عملية يعني التجارية أو عدد المبادلات التجارية إلى 242. هذا ما يدل على أن الحركة التجارية تضاعفت. هذا للتسهيلات التي قامت بها الدولة الجزائرية للمصدرين أو المتعاملين الاقتصاديين، وذلك بكثير من العمليات التسهيلية من بينها الإعفاء الضريبي، التعويض عن النقل حوالي 50%، وكذلك المرافقة والمتابعة للمصدرين من طرف الأعوان التجارة، وكذلك مثلا على سبيل المثال يعني مصدر المنشأ الذي يعني تأخذ هذه الورقة من الغرفة التجارية يعني تقدم للمتعامل الاقتصادي في حينها. ومن المرتقب أن تتزايد وتيرة التصدير أكثر إذا ما تم تسييد مشروع الطريق الرابط ما بين المعبر الحدودي ومدينة الزويرة الموريتانية، والتي ستعمل على تكثيف حجم المبادلات التجارية بين البلدين وتحفيز المستثمرين وتخفيف أعباء النقل. المنتوج الجزائري بصفة عامة راه مطلوب في موريتانيا والدول المجاورة، بلاقي مبلغ سعر منافس ورا واصل الناس لهم ويحوسوا عليه. ماذا بك ما كناك تاخذ مطريق تزيد حتى الحركية ولا سعر زي تنقص يزيد، هم يزيد يقبلوا علينا أكثر وأكثر. لا سواق مليحة وعدهم الطلب كثير لا بأس. وهك شوف هالطريق هذه 800 كيلو هذه كما نقولوا حمادة، الواحد يعافر معها مع الصبلاج، وإن شاء الله ماذا بينا كما نقولوا يبدو في الطريق هذه جديدة وتسهل الأمور. وتراهن الجزائر كثيرا على هذا الممر الحدودي باعتباره نقطة بداية العمق الإفريقي، فهو جسر استراتيجي يخدم المصلحة المشتركة للبلدين ودول غرب إفريقيا التي تعتبر هدفا رئيسا للترويج بالمنتوج الوطني. تتواصل بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة لليوم الثاني أشغال المؤتمر 18 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في جلسة مغلقة، حيث يعكف الخبراء على كتابة التوصيات لرفعها في تقرير مفصل إلى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب الذين سيجتمعون غدا. وعلى هامش الجلسة استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان نظيره الفلسطيني الدكتور محمود أبو مويس، حيث بحث الطرفان سبل التعاون وتعزيز الشراكة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وبمناسبة كشف الوزيران عن مشروع إبرام اتفاقية تعاون مع دولة فلسطين. إننا سعيدين في هذا اليوم أن نكون في هذا المؤتمر الذي تحتضن به الجزائر العرب، تحتضنهم أكاديميا وتحتضنهم بحثيا. وكان فيه اليوم دراسة كل مجلات تقييم للتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين الجزائر وفلسطين، وكان فيه كذلك رؤية استشرافية وتقارب في الآراء. كما استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزيرة التربية والتعليم العالي القطرية بثينة بنت علي الجبر النعيمي، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين خاصة في مجال الابتكار. يسعدني اليوم تواجدي مع أخي معالي الوزير، وناقشنا اليوم المواضيع تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويشرفني حضوري لمؤتمر 18 لوزراء التربية والتعليم في بلدي الثاني الجزائر. شكرا جزيلا. قمنا بتقييم العمل التعاوني بين البلدين
وكيف يمكن تعزيز وتشجيع هذه التعاون للسنوات القادمة. وكنا تكلمنا على إطار التعاون بين البلدين الآن اللي بين الضبطوه باش يكون في أقرب وقت فاعل في هذا الإطار، وهذا الإطار يخص التعاون فيما يخص الأساتذة والخبراء والباحثين، خاصة دور كبير للبحث العلمي. وكذلك تكلمنا على المشاريع البحثية والمشاريع حتى الاستشرافية بين البلدين، وهذا هو اللي بغينا نشجعوا به التعاون الجزائري القطري فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. احتضنت اليوم بلديه هواري بومدين بولايه كالما فعاليات احياء الذكرى 43 لرحيل الرئيس هواري بومدين التي اشرف عليها وزير المجاهدين رفقه كل من وزراء العمل السكن والتربيه الوطنيه. ولمزيد من التفاصيل يلتحق بنا على المباشر من كالما الزميل رضا تبرماسين. رضا، ضعنا في صورة أجواء إحياء هذه الذكرى والبرنامج المستطر لها. نعم، شكرا فزيري، مساء الخير مشاهدينا الكرام. بالفعل نحن متواجدون على مستوى ولاية كالما والتي تحتفي اليوم يوم 27 من شهر ديسمبر بالذكرى 43 لرحيل الرئيس الأسبق هواري بومدين. عموما الاحتفالية انطلقت هذه الصبيحة، وهذا الاحتفاء هذه الصبيحة بأحد رجالات الجزائر وليس كالما فقط، قلت وأحد صناع تاريخها كمجاهد وكرئيس وكمقرر لمصيرها في مرحلة زمنية. قلت الاحتفالية انطلقت صبيحة اليوم من مسقط رأسه بالعرعرة، أين توجه الكل، الوفد الوزاري لكل من وزير المجاهدين ووزير السكن والعمل والضمان الاجتماعي وكذا وزير التربية. قلت توجهوا إلى العرعرة أين وضعوا إكليل ورد ثم تلته قراءة الفاتحة على روح الرئيس الراحل. بعدها مباشرة انطلقت الفعاليات ببلدية هواري بومدين. قلت انطلقت فعاليات اليوم الدراسي والذي تخللته عديد المداخلات وأيضا عديد الطروحات التي رافقت الكل لتسليط الضوء أكثر فأكثر على لحظات مشعة على خفايا الرئيس الراحل من ولادته إلى غاية رحيله. عموما العملية هذه انطلقت واختتمت منذ قليل ببلدية هواري بومدين. هذه العملية أيضا اختتمت أيضا بتكريم عائلة الرئيس الراحل هنا بكالما. عموما كالما تحتفي اليوم بهذا اليوم وهي الطبعة الثانية في هذا الملتقى الوطني. شكرا رضا على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من ولاية كالما. أشرف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أمس بالعاصمة على حفل تكريمي نظم على شرف أساتذة الطب بعد مسار مهني طويل ومساهماتهم في تطوير المنظومة الصحية بالجزائر. وبالمناسبة حرص الوزير على استذكار أطباء ثورة التحرير الوطنية، كما أثنى على صمود الأطباء وكل الطواقم الطبية وعمال القطاع المرابطون حاليا في مواجهة جائحة كورونا. نلتقي في هذه الأمسية التاريخية لنعبر لأساتذتنا الموقرون بأسمى العبارات عن عرفاننا وتقديرنا لا متناهي كدولة، كأعضاء في أسرة الصحة، وكأفراد من هذه الأمة الجزائرية النبيلة لما قدموه من خدمات نبيلة وما آثروا به من تضحيات جسام من أجل بعث المنظومة الصحية الوطنية وإرسائها، وبالتالي منح شعبنا فرص الاستشفاء والعلاج والعيش في صحة وفي عافية.
تحت شعار تمنى ست بوابة السوق الإفريقية تتواصل فعاليات الطبعة 35 لمعرض الأسهار بتمنى ست، والتي أشرف على انطلاقتها أمس وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق رفقة أعضاء من الحكومة وسفراء دول. المعرض يعرف مشاركة أزيد من 150 عارضا من القطاعين العام والخاص، وتعود التظاهرة هذه السنة بأبعاد ثقافية وآفاق اقتصادية تشجيعا للمنتوج الجزائري وتصديره وتعزيزا للتبادلات التجارية نحو إفريقيا. في التنمية المحلية، تم ربط أزيد من 180 مسكنا بقرية باقوزة النائية التابعة لبلدية تغزوت بولاية الوادي بشبكة الغاز الطبيعي بعد طول انتظار. محمد العيد لبي. الغاز الطبيعي يصل إلى قرية باقوزة بتغزوت في ولاية الوادي، وذلك بعد إشارة ربط عديد العائلات بالقرية، والسكان أبدوا فرحا كبيرا بهذا الإنجاز واعتبروه نهاية رحلة البحث عن قارورات الغاز. فرحانين والله يا العظيم، كان جنة من عند ربي، جنة قلت لك من عند ربي. كنا في القرعة، قرعة تلصق قلعة ما تلصق شيء، مرات بدأ 3 أو 4 أيام نحن مرات نطيب على الحطب اللي، واليوم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، جانا الغاز ومشروع ربي يبارك وتهنينا نقولوا من كركي القرعة. الحق تقريبا 80% ولا أكثر من الحوايج الحاجات اللي محتاجتها القرية ريجت. التكفل بالغاز الطبيعي يعتبر من الضروريات في مثل هذه المناطق النائية. منطقة باقوزة منطقة نائية التي استفادت بالغاز من 21 المنطقة، بقي منطقتين في هذه الولاية، وسيتم إتمام البرنامج إمداد بالغاز الطبيعي. تم توصيل 180 مواطن هنا بهذه المنطقة، ويكون بذلك المجموع 3670 مواطن في هذه المناطق عبر الولاية. تجسيد مثل هذه المشاريع يعتبر متنفسا لسكان قرى وبلديات ولاية الوادي في انتظار استكمال باقي المناطق. أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي أثناء نزوله ضيفا على فروم الإذاعة الأولى أن الجهود متواصلة لعصرنة البنى التحتية لتوفير خدمات ذات جودة للمواطنين، وكذا تطوير الدفع الإلكتروني لما له من فوائد على الاقتصاد الوطني. أكثر من 180 ألف كيلومتر من الألياف البصرية تم إنجازها، وكما قلت في مخطط عمل القطاع بالنسبة للسنة المقبلة إن شاء الله رايح نواصل تطوير منافذ جديدة دو نوفو زاكسي، خصوصا مثلا في الأحياء الجديدة في المدن الجديدة. بالنسبة للبوتنسيال تاعنا في الدفع الإلكتروني ولا في أي حاجة تخص الرقمنة، الهامش التحسين وهامش التطوير كبير أمامنا. هذا ماش معناه مرة أخرى أنه البنية التحتية ولا الخدمات الموجودة خلاص تكفي، أبدا، لازم نكملوا نحسنوها. تحت شعار الذاكرة الوطنية ودورها في تحقيق الوحدة الوطنية، نظمت بولاية أدرار ندوة جهوية لولاية الجنوب حول الذاكرة الوطنية، وهذا بمشاركة باحثين وجمعيات وإطارات من مختلف ولايات الجنوب، بهدف التقليل من حوادث المرور مستقبلا. نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني عبر إقليم ولاية بومرداس حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطرقات. فاتحة أبو عرب. مصالح الدرك الوطني تولي أهمية كبيرة للعمل التحسيسي إلى جانب العمل الردعي قصد التقليل من حوادث المرور وتذكير السائقين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. قدموا شكر الخاص لفصيل الدرك الوطني، هم اللي يتكفلوا دائما يحسوا سواء المواطن ولا السائق ولا كامل العائلات المستعملين للطريق في الوقاية من حوادث المرور. ماذا بينا كثروا من العملية التحسيسية هذه باش نقصوا من الأرواح لا يطرح. كما لازم نحافظ على روحي لازم نحافظ على غيري، فهمت كيف، على حياة الناس.
عناصر سرية أمن الطرقات لولاية بومرداس ركزت على ضرورة تفادي السلوكيات الخاطئة والخطيرة من خلال العمل الميداني. القيام بحملة تحسيسية على مستوى مختلف الطرقات أثناء تأدية المهام في السد ولا في الدوريات المتنقلة، حيث نحث المواطنين على التحلي باليقظة خاصة أثناء التقلبات الجوية. تنظم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس حملة تحسيسية وطنية توعوية للوقاية من حوادث المرور تحت شعار باحترامكم لقانون المرور تحمي نفسك وغيرك، وهذا على مستوى السد الثابت للدرك الوطني بجنان القارس بقورسو. تم من خلالها تحسيس وتوعية المواطنين من مخاطر حوادث المرور المقترنة بسوء الأحوال الجوية، إلى جانب توزيع مطويات تتضمن جملة من الإرشادات بضرورة الاحترام التزام واحترام قانون المرور. ويبقى التزام السائقين بقواعد السلامة المرورية السبيل الأنجع لتفادي إرهاب الطرقات وما ينجر عنه من مآسي. وبمناسبة اليوم الوطني للوقاية من حوادث المرور، نظمت المندوبية الوطنية لأمن الطرقات بالعاصمة بتنسيق مع الجمعيات الفاعلة حملة تحسيسية لإفادة النقل الجماعي ما بين الولايات بغرض التوعية من مخاطر الطرقات. من العجل في هذا المعرض بمحطة نقل المسافرين بخروبة، نصائح وإرشادات لتجنب السرعة المفرطة وترك مسافة الأمان بين المركبات قدمت للسائقين. نصحونا يعني على أولا على السرعة وما نديروش لي فوزاري ونحافظوا على الركب تاعنا أولا وعلى نفوسنا. حاجة مليحة هكذا باش يجوا يوعوا شوية الناس باسكو راهي هاد الأيامات بزاف دي زاكسيدون، إن شاء الله برك يتوعوا. هذا ما كان عملية التحسيس تتمثل في الاقتراب أو الاحتكاك بهاد الفئة من السائقين عن طريق توزيع الدعائم التحسيسية المخصصة لهم عن طريق هذه المعارض التي تحتضنها المحطة النقل ما بين الولايات خروبة، بالإضافة إلى عدة دعائم وفواصل ومضات توعوية تم تخصيصها لهذه المناسبة. مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني بدورهم شاركوا في هذه الحملة التحسيسية من خلال توزيع الملصقات ومراقبة الحافلات ومدى جاهزيتها قبل الانطلاق. وتستهدف هذه الحملة التحسيسية لتوعية السواق لتجنب السرعة المفرطة والقيام بالمناورات الخطيرة، خاصة ما يتعلق بالمخالفات عدم احترام الحمولة المطلوبة والوقوف عند كل الآليات التي من شأنها تكرس قيم أبعد سلامة المرورية. ترقية الوعي المروري لدى مستعملي الطرقات من شأنه الحفاظ على حياة الأشخاص والممتلكات. دوليا يعقد اليوم البرلمان الليبي بمدينة طبرق جلسة حاسمة لمناقشة خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة، ويتوقع أن تسمح الجلسة بوضع جدول زمني جديد للانتخابات بعد تعثر إجرائها يوم 24 ديسمبر الجاري وتوافق حول خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة. ومن المتوقع أن تصم هذه الجلسة التي يترقبها كل الليبيين ملامح الفترة القادمة وتحسم الجدل حول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ستحدد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة والتي انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري. عبرت مجموعة من الأحزاب والمنظمات التقدمية المغاربية والعربية في بيان مشترك عن تضامنها ومساندتها لحزب النهج الديمقراطي المغربي الذي يتعرض لأقصى درجات التضييق والقمع بمختلف أشكاله على خلفية مواقفه الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وندد المواقعون على البيان بسياسة المنع والقمع التي يتوخاها النظام الاستبدادي المغربي والتي تطال السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والنشطاء الجمعويين، مؤكدين تضامنهم المطلق مع حزب النهج الديمقراطي في نضاله المشروع، مجددين تحياتهم للمواقف الشجاعة للشعب المغربي وقواه المناضلة الرافضة للتطبيع والتبعية والفساد والاستغلال.
في شأن الفلسطينية، أصيب شاب فلسطيني ليلة أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم قلانديا بشمال القدس المحتلة. في سياق متصل، شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت 13 فلسطينيا بينهم أسرى محررون. كما استهدفت قوات الاحتلال المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. في تطورات وباء كورونا في العالم، يواصل متحور أوميكرون الانتشار في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت السلطات الصحية بنيويورك زيادة عدد الإصابات بهذا المتحور لدى الأطفال. هذا ويستمر منح الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية في الارتفاع بمعدل يقارب 190 ألف حالة جديدة يوميا. أحلام بهلول. ارتفاع متواصل لعدد الإصابات بكورونا في غالبية دول العالم إلى نحو 280 مليون إصابة وأزيد من 5 ملايين وفاة، لتبقى الولايات المتحدة الأمريكية متصدرة لعدد الإصابات حول العالم. وسجلت سلطات الصحة في نيويورك ازدياد عدد الإصابات لدى الأطفال مع النقص في توفير فحوص الكشف عن الفيروس، مما أثار انتقادات شديدة للبيت الأبيض الذي وعد في وقت سابق بحل المشكلة مع استمرار عدد الإصابات بالمتحور الجديد إلى 190 ألف حالة جديدة يومياً. الهند هي الأخرى تعتزم إطلاق حملة لتلقيح المراهقين البالغين 15 عاما وما فوق ضد كوفيد-19 في محاولة للتصدي للتحديات التي يطرحها المتحور الجديد أوميكرون بعد احتلالها المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات. وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تخوفا من انتشار المتحور الجديد في انتظار ما تتوصل إليه مخابر الأبحاث من اكتشاف مضادات حيوية للمتحور الجديد وإعطاء أمل لتراجع الوباء عبر العالم. حكاية من زمن الجذع، عنوان العرض المسرحي الذي يحكي عن واقع الأسرة الجزائرية إبان الاستثمار الفرنسي الغاشم وما كانت تعانيه من عذاب وآلام وحسرة، إلى أن جاء يوم الحرية باندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. المسرحية قام بأدائها أقول فنانون من المسرح الجهوي بولاية الجلفة. محمد شوقي بونيف. حكاية من زمن الجرة، مسرحية طقسية عن عائلة جزائرية عانت ويلات المستضمر الفرنسي فقررت تحرير روحها وأرضها ليعلو نشيد الحرية. جسدت أدوارها فرقة المسرح الجهوي أحمد بن بوزيد بالجلفة. العرض هذا شاركنا به في دولة الأردن كعرض ضيف شرف، وقد نال إعجاب الكثير من الجمهور لأنه طقسي 100%، كانت فيه الروح حاضرة، كان فيه التمثيل، كانت فيه الأشياء التي هي ترمز إلى المنطقة. احنا دائما كنا نحكوا على الثورة، نحكوها من قلوبنا وأحاسيسنا، والثورة المجيدة يعني تاريخ عظيم جدا، ومفتخرين جدا أن نعود ونعيش ذيك اللحظات اللي عاشها المجاهدين والشهداء. الجمهور المتعطش لمثل هذه المسرحيات، خاصة بعد إعادة افتتاح المسرح الجهوي الذي يعد مساحة لمبدعي وفناني ولاية الجلفة لعرض مثل هذه المسرحيات. الممثلين كانوا في المستوى، طاقم مليح، صمام السيناريو حاجة مليحة ثاني، والله حاجة جديدة إن شاء الله نتعودوا عليها، إن شاء الله نعودوا ديما نشوفوا في الصوالح هذه. كانت مسرحية بأداء رائع وكان عندها رسالة وصلت للجميع، ودائما نقول تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عرض طقوسي كان يحكي على الثورة والقاسات والقاساة الشعب الجزائري أثناء الثورة، يعني هذا العرض كان مكتمل من كل النواحي احنا شاهدناه. مسرحية جسدت ما خلفه المستعمر الفرنسي من خراب ودمار على أرض الجزائر الطاهرة.
لأول مرة منذ استحداثها وقصد بعث السياحة بولاية إن صالح الفتية والتعريف بمكنونات تراثها العريق، تسعى مديرية السياحة والصناعة التقليدية بمساهمة مختلف الوكالات السياحية تسعى إلى تنظيم رحلات استكشافية لفائدة السياح القادمين من مختلف ولايات الوطن. تقول سهام ريغي: من أجل إبراز المنتوج السياحي بولاية إن صالح المستحدثة، نشاطات ثقافية عدة أقيمت على شرف أكثر من 15 وكالة سياحية جاءت من مختلف ربوع الوطن لاستكشاف عدة مناطق سياحية بالولاية. أول مرة لي يعني تجمع كبير للوكالات السياحية من ولايات الشمال، هذا كله من أجل إبراز يعني المنتوج السياحي اللي تمتاز به الولاية. الطبوع نتاعنا يعني كما يقولوا حساسة، كل ما تقدم الليل كل ما تعطي رنين للمستمعين. تظاهرة ليلية بحضور جمعيات وفرق فولكلورية أضفت على قرية إقساط بهجة للتعريف بتراثها وتوسيع رقعة الكشف عن العادات والتقاليد إلى خارج حدود ولاية إن صالح. الشيء الإيجابي اللي اعتمدنا عليه وراهنا عليه هو يقحم كل قطاعات الشركة، لا سيما قطاع الشباب والرياضة من جهة، وبعض الجمعيات الفاعلة، وذلك إيمانا منا باعتبار أن قطاعنا أفقي بامتياز بإضفاء الرعاية السامية للسيد معالي وزير السياحة، إيمانا منه بمدى أهمية هذه المناطق التي من الواجب أنها تواكب كل التطورات التي تعرفها على مستوى الأصعدة. هذه الرحلة الاستكشافية تعد ترويجا لما تزخر به المنطقة من آثار. الكثير أنهم ما يعرفوش المناطق السياحية اللي موجودة في منطقة عين صالح أو في تيدي كلت على العموم، وهذه الرحلة الاستكشافية رايحين يشرحوا لهم كل المناطق اللي رايحين يروحوا لها. تهلقمين، الرسومات الجدارية في تغتيمين، بالإضافة إلى الزرافات السبع. إبريق الشاي واللباس التقليدي تحت الأنغام الفولكلورية تراث قديم بجنوبنا الكبير، وهو فرصة لزيارة المنطقة واكتشاف خباياها. إلى العناوين. بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم بالجزائر في زيارة دولة تدوم 3 أيام. وبين الجزائر وموريتانيا علاقات ثنائية متميزة وشراكة واعدة قائمة على التنسيق والتعاون الدائمين في مختلف المجالات. طلبت زيادة من 180 مسكنا ببلدية تغزوت بالوادي بشبكة الغاز الطبيعي، والعملية متواصلة لتشمل باقي المناطق النائية. تزامنا واحتفالات رأس السنة، رحلة استكشافية بولاية إن صالح لفائدة السياح القادمين من مختلف ولايات الوطن للتعريف بكنوزها السياحية وتراثها العريق. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله.